في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت. تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. أدعو القارئ العالمي المدعو لكبرى حفلات العالم الإسلامي بأكمله. قارئ الملوك والرؤساء والزعماء وقارئ رئاسة جمهورية مصر العربية الملقب عالميا بملك المقامات قبر وعلم دولة التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرف فخر محافظة الغربية على سائر محافظات مصر فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا دكتور وحنانا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. واذكر في الكتاب مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الله 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 الله. يا دكتور 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 عبد الناصر دكتور سيدي حاضر حاضر ما شاء الله. تشوف شو تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. عليك يا دكتور. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صلي على الحبيب سيدنا النبي. الله يا بحر العلم يا كل العلم. ما شاء الله نبارك لك يا مولانا. نور بلادك يا مولانا. تقف على ارضك النهارده.
ارض الغربيه ارض الاوليه ارض الله ارض الاوليه طبعا العرب وبرا بوالدي عليك بسم الله وبرا يا سلام على القدره الله يفتح عليك يا سلام
صلى الله عليه وسلم. صلي عليه. الله أكبر. تعال خش هنا تعال. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي الحبيب ما شاء الله عليك قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا يا سيدنا قال كذلك الله 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 قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي صلوا على سيدنا النبي قال بشر ولم أكن
ربك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا احلى حاجه فيك ان انت بتخرج من مكان محبه يعني الناس السميعه والناس اللي ودانها نضيفه بتحب الدكتور عبد الناصر حرم والبلد ده كلها بتحب الدكتور عبد الناصر حرم والله العظيم انت قارئ من الدرجه الاولى من الدرجه الاولى بتقول حسين يا استاذ الشيطان الواحد بيعبر عن رايه عبر يا سيدي عبر احترام وادب فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا فنادى من تحتها
دكتور المال بهذه اللي احنا بنحب غفله دكتور غفله بتاع قلوب افريقيا يا عروس. جمال ده المطلوب والله. تعال عليك الله يصلح حالك. قول يا دكتور يلا يا دكتور حاضر كمان. اكرم من يصلي على الحبيب سيدنا النبي صلوا عليه. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. تعليق المصحف المجيد قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. يا سيدنا الله. فناداها من تحتها والله 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 قسما بالله اقسم بعز الجلالة الله انا ربنا ما هدانا الا على ايدك. والله 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 انت اللي احببتني في القران وما كنتش بسمع اغاني. انا كنت بسمع اغاني ما كنتش بسمع اغاني خالص. ربنا يكتر من امثالك يا رب وينفعك بالقران. والله جسمي بيجش على ما بسمعك. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة. وهزي إليك تساقط عليك رطبا.
سيدنا النبي صلى عليه. الله اكبر. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الله عليك. الله الحبيب. يا رب. اذكر الله. لا اله الا الله. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوما فأتت به قوما تحمله. فأتت به قوما تحمله. فأتت به قوما ما شاء الله. ما شاء الله. احنا بنطلب من الناس اللي بتفهم واللي بتقدر والله. ربنا يفتح عليك. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون.
كل ما هو احسن من التاني. طيب تعالي ما شاء الله ما شاء الله. النبي يا اخي النبي يا اخي حياة النبي وحياة سيدك النبي. اسكت ما تضفش حاجة تانية. خليك بس في جامعة الشيخ راكب الجلوش لعشر دقائق اللي اصبر على رزقك اصبر على رزقك. ما اللي فاتك كان ايه؟ ما انا بقول لك خليك انا ما قلتلكش انت فاهم ده كويس. اوعى تطلع من الجامعة علم يا مولانا علم. النبي يا استاذ دكتور اوعى تطلع من الجامعة لحد ما اتعلم الطلب. يا أخت هارون عليك يا فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا
وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عليك يا سيدنا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمتون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. سبحانه قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من
عليك. إذا قضى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتون ما كان لله أن يتخذ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن صدق الله العظيم. اللهم تقبل. يا يحيى خذ الكتاب بالقوة. ولما خاطب بنو إسرائيل قال خذوا ما آتيناكم بقوة. ولما خاطب نبي الهدى صلى الله عليه وسلم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون بلسان عربي ذاكر وقلبا لله خاشعا وشاكر أمتعنا ذلكم العلم القرآني الماهر في ليلة التكريم للرجل الكريم الطاهر. سعدنا وإياكم بقارئ المحافل العالمية والدولية المحكم الدولي في المسابقات العالمية للتحكيم بين الطلاب الحفظة والمجيدين لكتاب الله. سعدنا وإياكم بقارئ رئاسة جمهورية مصر العربية قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية فخر محافظة الغربية على سائر محافظات مصر فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرس في هذا المقام القرآني الكبير مشاركة لآل عامر الكرام ليلة التكريم للراحل الكريم والغائب الحاضر الدكتور محمد عبد الحكيم عامر رحمة الله عليه مشاركة لأشقائه الكرام السيد المحاسب أحمد عبد الحكيم عامر والأستاذ أسامة عامر كذلك الأستاذ عادل عادل الطيب.